بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو التعليمي القصير سنتعلم كيف ننجز هذه الحركة. نغلق هذا العمل ونبدأ بعمل جديد. أحتاج إلى صورة سلة وصورة كرة السلة. أقوم باستيرادها للمكتبة. File Import to Library. هنا هذا المجلد فيه الصور. Open. أجدها صارت في المكتبة. الآن أجهز طبقتين. الأولى ستكون للسلة، سلة. طبقة جديدة ستكون للكرة. أضغط على طبقة السلة وأقوم بجلبها لساحة العمل من المكتبة بالسحب. إذا لم تظهر هذه المقابض لتحجيم السلة، أقوم بإظهارها من شريط أدوات Free Transform Tool. أقوم بضبط حجم السلة وأضعها في مكان مناسب هكذا. الآن أضغط على طبقة الكرة وأستوردها من المكتبة بالسحب والإفلات. أقوم بضبط الحجم. الآن لبدء بإنجاز الحركة موشن، ستكون هي الحركة. أنقر على الفريم هنا، نقرة يمينية، insert keyframe هو الفريم الذي بعد 30. ألاحظ أن السلة ذهبت، ماذا أفعل لكي تبقى موجودة في الإطار 30 أو الذي بعد 30؟ أنقر نقرة هنا، زر اليمين، insert keyframe، فأجدها قد صارت موجودة. أعود إلى الكرة، نقرة يمينية هنا، Create Motion Twin. أوكي. Create Motion Twin. أوكي. الآن أختار الإطار، مثلاً الإطار 10، وأسحب. عفواً. بالزر اليساري. ثم أختار الإطار هنا 20 وأتابع السحب. أقوم بتصغير حجم الكرة قليلا ليصبح مناسب. أسحب الكرة هكذا. الآن إطار 30 أحدده وأسحب الكرة للأسفل وأقوم بتصغيرها لتلائم السلة هكذا. صارت جيدة. الآن أضغط إنتر لأشاهد الحركة. كنترول إنتر. تحتاج إلى تعديل قليل هنا عند الإطار 10 مثلا. أسحبها قليلا. أسحب الكرة هكذا قليلا. أضغط إنتر لشاهد الحركة. كنترول إنتر. ممكن أن أجري تعديل لتكون أجمل بأن أضع السلة طبقتها فوق الكرة لنجرب. ليست جيدة. أرجعها كما كانت.
نزيحها قليلا هنا عند الإطار هذا 30، نزيحها قليلا إلى اليمين هكذا، كنترول إنتر، صارت جيدة. وهذه هي طريقة تنفيذ النشاط الموجود في الكتاب. دمتم بخير.